انا شايفه ان المرحله الجايه مرحله بناء تحتاج لاثنين، تحتاج الراجل وبتحتاج الست، ودور الست اخطر من دور الراجل. انا نصف المجتمع ومربيه النصف الاخر، فدوري مهم جدا، مهم ان يبقى عندي ثقافه وتنوير في ضوء ثقافتي الاسلاميه وفي ضوء مجتمعي العربي والاسلامي. اعتبر المرأة مكرمة. ايه رأيكم في المقولة اللي بتقول ان حجاب المرأة ده مدعان يرجعها لورا؟ لو عندي جوهرة مش هحطها كده عرضة للناس كلها. Sono stata invitata a seguire le riprese di un documentario sulle donne nei fratelli musulmani. عايزة بصراحة ربنا يعيني كده وابقى زي داعية. دور المرأة في الإسلام مش متوقف بس على التربية وعلى الدراسة. All'inizio mi sono sentita un po' in difficoltà. المرأة الناجحة في علمها مطلوبة في المجتمع. E nello stesso tempo ero curiosa. اللي يخليني مثلا أنا أدخل إخوة المسلمين. أنا متطوعة في العمل الخيري، بننزل مثلا المناطق الفقيرة بنعمل حوارات مع الناس. ممكن ان انا لو انا عايزه اتعرف على اكتر عدد بنزل المساجد. تيجي تروحي المسجد؟ اه. في مساعدات بتديكم في بدايه المسجد؟ لا هي لا عندي لا بس دي المساعدات. دي كفاله شهريه لانهم فقراء. احنا عندنا الاسلام حاطط لنا كل قوانين حياتنا. انا مسلمه وما زلت مسلمه. الحقيقه ان الاسلام ادانا الحريه. الاسلام ما اداش اي حقوق كامله للنساء. انا مش مقتنعه ان المجتمع ذكوري. كلام على انه هم عندهم حقوق متساويه ده مش حقيقي. مصر دولة لا تاريخ إسلامي وحضارة إسلامية. إحنا مصريين مسيحيين ومسلمين ويهود. عندنا ثقافة مختلفة إحنا أخدينها من أجدادنا الفراعنة مش أخدينها من ثقافة البدو. إحنا فاهمين إن الإصلاح بيجي في المجتمع كله، لكن لو إحنا ركزنا في الحتة الصغيرة بتاعتنا اللي هي النادي وصلحناه، وبعدين صلحنا الشركة دي وصلحنا الشارع ده، الدنيا كلها هتتصلح. إن شاء الله أنت طيبة. طيبة مع السلامة. بناتي أنتن الأمناء على مستقبل الأمة. الأم هي الأمة.